وتعودت بوجود معايا ديما كامل بن عمر. اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك، صباح النور. مرحبا بيك ناس، ومرحبا بكافة المشاهدين الكرام. طيب سيدي، نحكي باش نواصلوا. احنا من الناس المتفائلين رغم كل شيء، احنا من الناس اللي راو الجانب المضيء والجانب المشرق باش نجموا على الاقل نتعاطى نفسانيا. خلينا نواصلوا مع اللي كنا نسمعوا فيه من الاخصائي النفساني. دونك اليوم كمال كيفاش نجموا نحكيوا على مهن من بعد، ممكن وانه تتواصل، ممكن وانه ما تقصش العمل نتاعها. دونك شنو نجموا نحكيوا في الاطار هذايا بالامثله نماذج؟ بون، اليوم خلينا نحكيوا الساعة على العمل عن بعد، أو على الأقل وجود العمل، التفكير في موضوع الترافاي ديستانس هذه، معناتها العمل عن بعد. اليوم إناس يلزمنا نقولوا اليوم العمل عن بعد هو أصبح ضرورة وليس اختيار، وربما في بعيدا عن معناتها على الوقت لازمات نجميو نحكيوا على العمل عن بعد كاختياري. ونشوفوا برشا مهن، معناها خدمات حرة ومهن أخرى خاصة في القطاع الخاص يتم اعتماد العمل عن بعد. اليوم في هو حتى نحطوا زيدا كمال لو تسمح الموضوع في إطاره، يعني على المستوى العالمي هذية مشاو فيه أشواط في حالات السلم، خلينا نقوله احنا اليوم في حالة حرب، ويبدو أنه حتى كمش نمشيو في التوجه هذية مشيلو اضطرارا اكثر منه اختيارا، ولو من المفروض انه كنا نهيئ رواحنا، نحضر رواحنا. بلد 3000 سنه حضاره من المفروض يخدم لاجل وقت كما هذا. هو المنطق اليوم في اطار على الاقل اعاده هيكله الاداره واعاده اصلاح الاداره العموميه او حتى الاداره بصفه عامه، اليوم يلزم التفكير في استراتيجيه من جملتها اللي هي التفكير عن في وضع معناه اسس للعمل عن بعد. اليوم نشوفوا اللي الازمات معناتها نشوفوها تجي فجئيه الازمات هذه، دونك يلزمنا الدوره الاقتصاديه ما تقفش، الدوره المهنيه بصفه عامه ما تقفش، دونك كيفاش يلزمنا نخموا في كيفاش نوفروا سبل باش الاكثر عدد من الموظفين او اكثر عدد من العمل ينجموا يمارسوا معناتها عملهم عن بعد باريحيه، سواء على الجانب المهني في حد ذاته او الجانب النفسي. اليوم يلزمنا نفكروا في الوسائل على الاقل اللوجستيه، اليوم عدد كبير من الموظفين، زاد نقول على الاقل حتى العمل من بعد راهو معناتها يشمل فئه معينه من الموظفين، ما نجموش نقولوا الموظفين الكل، يلزم على الاقل نقولوا احنا اللي المستوى اللي اكثر من المتوسط، لانه اليوم يلزم نقولوا اللي الرسكله هي السبيل الوحيد لتعميم العمل عن بعد، رسكله الموظفين في الجانب هذا، خاصه في ادوات الاتصال عن بعد، الوسائل التكنولوجيه بمختلف الانظمه ايضا الذكيه. اليوم وهذه بحد ذاته ما زلنا ناقصين فيه، يعني حتى نعترف زاده فما برشا نقايص كمال اليوم، يعني اليوم مش كل الموظفين، مش كل الناس اللي يشتغلوا في الادارات العموميه او غيرها عندهم هالمهارات هذه. دونك هنا نحكيو على تكوين، وعلى البعض الاخر نحكيو على رسكله واعاده رسكله. بيان سور، اليوم احنا منذ مده حقيقه، منذ تقريبا سنتين او ثلاثه سنوات، بدات معناتها الدوله تفكر في طريقه في تطوير الاداره، ويعني نقولوا احنا تولي اداره الكترونيه في معاملاتها، في كامل معاملاتها، وشفنا حقيقه معناها ثمره للاصلاح هذايا، بدينا نخرجوا في وثائق عن بعد. اليوم لازمنا نوثقوا هذاك في العمل، في العمل عن بعد. صحيح كما قلت ناس، اليوم مش الموظفين الكل قادرين انهم معناتها يمارسوا عملهم عن بعد، الرسك للتكوين والرسك لهما معناها الضامن الوحيد لتعميم معناها هذه المبادره على جميع معناها الموظفين. اليوم نقولوا اليوم برشا دول راهي سبقتنا في الجانب هذايا، ولت معناتها كما الصين مثلا، الجانب معناها نقرا في يعني في بحث مؤخرا في الصين، يقول لك حتى الشراءات على وسائل التواصل عن بعد معناها ضعفت. ضعفت لان نعرفوا انه شعب مثلا كما الصين الحركيه المهنيه ما تقفش، يعني حتى وقت الازمات، وهذا ما اثبتته معناها الوباء، ما اثبتته المرحله خلال وباء معناها كورونا. اليوم زاد عندنا بعض التجارب، اذا كان عندنا تجارب صغيره ولكن موجوده، عندنا بعض المساحات اللي تويكا تعمل الليفغيزون، التسليم يعني عن طريق التعمير جذاذه على النت، ممكن توصل لك القضيه نتاعك. عندنا كيف بعض التجارب
مع البريد التونسي عنا، يعني كأنه بدينا نتحسس الطريق نحو الرقمنة هذه. بيون سير بدينا معناتها نتحسوا في الطريق، يعطيك الصحة. معناتها جبت مثال هام جدا اللي التسوق مثلا عن بعد. اليوم شفنا معناتها تقريبا زوز معناتها شابين أو ذم مدينة المحرس على ما أعتقد، معناتها قاموا مبادرة طيبة جدا اللي هو معناتها خلقوا آلية معناها إلكترونية على التسوق على عن بعد، وهذا ممكن يكون مدخل أيضا لتعميم العمل عن بعد. اليوم إناس نجم نحكيه على أنه العمل عن بعد عنده إيجابيات كبيرة برشا. اليوم ثم باحث أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية يقول لك أنه العمل عن بعد ينجم يزيد 25% من الإنتاجية معناها متاع الموظف. علاش؟ لأنه الموظف يحس يقول لك براحة نفسية وبعيد على الروتين الإداري، يقول لك قريب لل والعرفات ينجم من الدار، يعني ينجم من الدار من المنزل. أكيد ينجم من الدار من المنزل يعمل عن بعد حتى بعد ما تفوت الأزمة إن شاء الله نتواصل. وإحنا في هذا لأنه تقريبا حتى الحكومة اعتمدت يعني تجربة نموذجية في بعض بعض يعني القطاعات كما قطاع الاتصال، البرمجيات، أيضا التعليم عن بعد اللي إن شاء الله تجربة باش تنطلق. إحنا التعليم كانت توقف عنده شوية لأنه التجربة هذه موجودة في بالي في استراتيجيات وزارة التربية والتعليم منذ سنوات، وكله وزير يجي يعاود يأكد على النقطة هذه. يبدو اليوم وأنه مرة أخرى ما عادش خيار كمال، ولا هذه معناها ضرورة تحتمها الواقع. تبقى كيفاش نجمه مثلا كان نحكيه على التعليم كأنموذج، أنه نحكيه على التعليم عن بعد في معادلة مع تكافؤ الفرص، مرة أخرى عودة على الإمكانيات. مش التلامذة الكل، مش الطلبة الكل عندهم الإمكانيات اليوم. يعطيك الصحة. تقريبا اليوم على الأقل خلينا معناتها ناخذ مثال التلامذة، معناتها مثال المدرسة أو المؤسسات التربوية. اليوم في بلادنا تقريبا زوز ملايين معناتها تلميذ، منهم أكثر من الثلث نتاعهم معناتها تقريبا ما عندهمش الإمكانيات اللازمة باش ينجموا معناتها يتواصلوا عن بعد، وباش ينجموا يتكونوا معناتها يتلقوا دروس تكوين عن بعد. اليوم هذا مطلوب طبعا من وزارة التربية أو من الدولة بصفة عامة أنها تتوجه للفئات هذم اللي هما أصل عندهم الحق في التكوين وفي الدراسة عن بعد، توفر لهم الإمكانيات اللازمة. ما نجموش اليوم نحكيه على تعليم عن بعد وفئة معينة معناها ماهيش لاقية كيفاش معناتها تتواصل مع المحيط التربوي نتاعها. اليوم ثم فرصة احنا كبيرة برشا، فئة كبيرة كمال حتى نكملوا مع القوس بتاع التعليم والتربية. دونك عندنا ناس ما عندهمش محافظ اليوم في الأرياف، عندنا ناس ما زالوا يمشيوا حتى حفاتا للمدارس نتاعهم، ويشقوا الوديان ويشقوا الثنيه باش يخلطوا للمدارس نتاعهم. دونك الفئه هذه كيف باش يشملها التوزيع العادل للامكانيات؟ واذا كان باش نوزعوا عليهم لي تابلات ولي سمارتفون، كيفاش باش نعملوا للريزو في الارياف النائيه؟ دونك برشا مسائل الحقيقه اليوم على طاوله الحكومه. هو اليوم بالنسبة كما قلت معناتها برشا تلامذة مش لاقين معناتها أدوات الوسائل اليومية معناتها للدراسة، كما قلت محافظ وبرشا وكتب زادة وبرشا حاجات، وهذا يتطلب قبل ما نحكيه على الإصلاح التربوي في حد ذاته في عمقه على الأقل نحكيه أنه يلزمنا على الأقل نوفره، ربما هذا يكون الإطار أو مدخل للإصلاح التربوي في حد ذاته. معناتها اليوم كتوفر للتلميذ معناتها الأدوات اللازمة، ربما حتى تحضروا نفسانيا يكون تلميذ نفسانيا متقبل أي حاجات باش معناتها باش تجي في إطار التطورات العلمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة. اليوم زاد نشوفوا أنه برشا تلامذة يقول لك أنا معناتها تلقاها نقولوا أنا جيني في 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 معاملاته مع وسائل التواصل الإلكتروني، ولكن تنقصوا الإمكانيات. اليوم هذه دعوة لوزارة التربية واللي تقريبا أنا على ما أظن انطلقت منذ عامين في عملية استبيان باش تشوف معناتها أكثر الفئة اللي يلزم تستهدفها. أي فما دراسة في الإطار هذه يبدو أنه الظرفية الاستثنائية هذه باش تسرع أكيد. ربما في الإجراءات على البرشا مشيت في التجربة هذه كمال، مثلا الستيك السوناد اللي نخلصوا عن بعد، البريد التونسي كنا عرجنا عليه. دونك هنا الإدارات هذه كأنه كانت استباقية، واليوم نجم نثمنوا المجهودات والإجراءات هذه في ظرف كما هكا.
هون نحكيه على الادارات اللي عندها علاقه مباشره بالخدمات اليوميه هي. او بالاحتياجات نتاع المواطن كما حكيت السيج الماء صوناد اللي هما معناتها نقول احنا ايه ادارات انتر بارونتيز معناتها حياتيه بالنسبه للمواطن. هذه تجربه راهي عندها ايجابيات كبيره برشا وممكن نجموا نحسسوها او نجموا على الاقل نعرفوا قيمتها بعد معناتها مدى بعيد شويه أي. كما شنو ان الانتاجيه راهي معناتها يقولك ترفع من الانتاجيه اذا تقلص منك التنقل نتاع الموظفين وكل حركيه الدائمه وكل الترونسبور ومشاكل الترونسبور ايضا والزحمه والصف والزحمه بيان سور. ايضا بالنسبه للادوات المكتبيه بصفه عامه يعني نتقلص من الامكانيات ونصرفوا في اموال طايره. اليوم الدوله مطالبه انها تستثمر الادوات العمل عن بعد وتطور العمل عن بعد لانه باش يربحنا معناتها برشا فلوس في علاقه بالادوات المكتبيه في علاقه بالتجهيزات وايضا في حد ذاته بعلاقه بعدد الموظفين في نفس المكتب ونفس الاطار. يعني كيف نحكيوا على الاعلام والصحافه المكتوبة خاصة كمان في الإطار هذه شو نجم نقوله يعني والتجربة هذه حطتهم قدام امتحان قدام مغامرة صعيبة البعض منهم ولا يصدر ما عادش ورقيا ولكن يصدر عبر النت. يعني اليوم كل شيء كأنه التحدي هذية خلينا نوريه والعزيمة وين نجم خلينا نوصله بون برشا خلينا نحطوا معناتها الامور في اطارها. اليوم الصحافه المكتوبه هي تمر ما يخفاش على حتى حد اللي هي معناتها تمر بازمه معناتها منذ تقريبا 9 أو 10 سنوات تمر بازمه. دونك الازمه هذه زادت فاقمت معناتها في الوقت الحالي وخلى برشا معناتها صحف او معناتها ما نقولوش هو قرار يعني رسمي انه برشا صحف ما تصدرش معناتها الى حد اليوم وتبدلت معناتها تحولت الى معناتها صحف إلكترونية هي مجبورة على هذا وليس اختيار إنما هو عمل إجباري. اليوم تقريبا أنا نقول اللي هي النقلة الأخيرة يعني من الصحافة المكتوبة إلى الإعلام الإلكتروني لأن نشوفوا أغلب الصحفيين اليوم يخدموا معناتها من ديارهم واستجابوا أيضا لدعوات الهياكل النقابية متاعهم وعلى رأسها نقابة الصحفيين التونسيين أنهم يخدموا عن بعد باش يجنبوا معناتها الموظفين والصحفيين متاعهم معناتها مشقة التنقل وأيضا مخاطر الإصابة بال طيب كمال نرجع نحكيه في الموضوع هذا لأنه يبدو أنه مهم برشا خاصة في علاقة بالظرفية هذه الاستثنائية. هاو تجربة أخرى نستدعاك أنك تسمحها معايا عبر الهاتف لأنه صاحب مبادرة اسمها شات بوت كورونا شات بوت على الميسنجر ومن خلالها يخدم هو أيضا فيا ميسنجر باش يجاوب على برشا تساؤلات المواطنين. صباح النور أحمد. صباح الخير أحمد بن عطية. صباح الخير. دونك احمد كنت قدمت المبادره هذه قلت هي مبادره اسمها كورونا شات بوت هكا الاسم نتاعها كورونا ديلي بوت باهي ولا الاجراء هذايا او المنظومه هذه موجوده عن طريق الميسنجر هذايا هو عباره على الروبور هذايا موجود عن طريق الابليكاسيون العاديه نتاع الفيسبوك اللي نستعملوها الفيسبوك ماسنجر تكنيكمون الاسم نتاعو هو تشات بوت لكن احنا الاسم اللي اخترناه له باش يكون معناها مختلف شويه اخترنا له اسم كورونا ديلي بوت. دونك هذه الفكره هي فكره جات في اطار مشروع تاف المدعوم من مبادره الشراكه الامريكيه الشرق الاوسطيه. دونك قلنا لازمنا ندخله ولازمنا نحاولوا ان نعطيه للمواطن المعلومه الصحيحه ونعطيه للمواطن المعلومه الموثوقه خصوصا في ظل التضارب الكبير نتاع المعلومات اللي موجود توا وكما قاعدين معناها نشوفوا برفوا لا قدر الله حتى بستاتيو فيسبوك يهبط تصير فوضى كبيره والعباد تدخل بعضها وتهبط برشا اشاعات. دونك نوعيه المعلومه احمد اللي نلقاوها اليوم عن طريق المبادره هذه معلومه شنية يعني صحيه علميه شنو بالضبط؟ المعلومات اللي موجودة أول حاجة خلينا نحكيه على المصادر متاعنا. المصادر متاعنا بدرجة أولى وزارة الصحة دونك الموجودة في بلادنا في تونس اللي هو المصدر الرسمي اللي هو المصدر الرسمي لنا الكل الناس الكل بالطبيعة. وعنا زادة كيف منظمة الصحة العالمية اللي زادة كيف حتى هي مصدر موثوق على الصعيد وعلى الإطار العالمي. دونك احنا المعلومات اللي موجودة بدرجة أولى هي الأسئلة المتكررة وإلا الأسئلة المتداولة على الوباء هذا عشان وعافيكم الله كما طريق الانتشار بتاعه مثلا يسكو الحيوانات الأليفة قادرة على نشر العدوى وإلا لا وغيرها من الأسئلة اللي تتبادر الذهن المواطنين والأشخاص.
دونك اللي بارفوا يكلموا ساعات ال 190 باش يسالوا الاسئله هذه اللي نجموا احنا نوفروا لهم الاجابه نتاعها. انا كان فهمت احمد انتم قاعدين تخدموا مع يعني تعاضدوا في مجهودات وزاره الصحه، انتم قاعدين تخفوا في الحمل كان نجم نقول زاده والعبء على ال 190، هذا هو دونك نجموا انتم هذه مساهمتكم بانكم تجاوبوا انكم تطمنوا انكم تصحوا معلومات لمجموعه كبيره من المواطنين. هذا هو ديجا احنا كما قلت لك يعني حاولنا للماكسيموم انه نوفروا اكبر قدر ممكن من المعلومه للمواطنين باش نخفوا كما قلت انت معناها العبء على الرقم 190 اللي ساعات تسال اسئله بسيطه وبديهيه، لكن هذا ما يمنعش انه ساعات تتوجه لنا بعض الاسئله على الرقم هذا، انه فما ساعات بعض المواطنين اللي يحبوا مثلا يسالوا على التشخيص معناها ولا يسالوا على تشخيص الحالات نتاعهم لهنا، هذا ما هوش من اختصاص الروبو هذا، ما هوش ما نتصورش انه كان الحاجه هذه تنجم تصير بطريقه الكترونيه، لانه ساعات انسان كيف يبدا معناها الاعراض لا قدر الله ظاهره عليه وقتها ما يلزمش يكون فما تدخل الكتروني، لازم يكون فما تدخل واقعي، تدخل على الدنيا. اكيد يعني فما حدود لهنا، هذه حدودكم انه ما نجموش ندخلوا في اختصاص الاطباء وذوي الاختصاص. دونك انا نختم معك احمد، الناس تتفرج فينا توا اللي عجبتهم الفكره واللي عندهم اسئله وكلنا عندنا اسئله لهنا في خصوص الكورونا، شنو ينجموا يعملوا؟ يعني قول لنا بالضبط، يعني يدخلوا على الفيسبوك، يدخلوا على الميسنجر؟ لهنا ينجموا يدخلوا على الفيسبوك بصفه طبيعيه، يا اما على الفيسبوك يدخلوا يكتبوا في البارتي نتاع ريشيرش يكتبوا كورونا ديلي بوت، يلقاو ديجا موجوده باج على الفيسبوك ينجموا يدخلوا لها، منها هي يلقاو اللي عند هيدزو دونك للبارتي نتاع الشات مع الروبو هذايا على الابليكاسيون نتاع الماسنجر، ولا ينجموا يدخلوا زاد كيف يلوجوا عليها على الماسنجر، يعني موجود على ذمتهم في اي بلاتفورم يحبوا عليها هما. الإجابات فقط نختم بهذه، الإجابات كيفاش تكون؟ يعني بعد طرح الأسئلة آنية فورية وإلا في غضون معناها ساعة كيفاش؟ في غضون ثواني، هو ديجا الروبو هذا عبارة على روبو يشتغل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يعني احنا نعلموه حاجات ونعطيه إجابات، هو كيف تجيه أسئلة للإجابات هذه يقدم مباشرة في ظرف ثواني الإجابات نتاعو. واضح، تجربة ما نجمو كان نحييوها من هنا. أحمد يعطيك صحة، برافو ليك وبرافو للناس اللي معاك، على خاطر نتصور هذه مجهود ماهوش فردي، مجهود نتصور جماعي باش تنجموا تخدموا هالخدمة الجبارة هذه، لأنه باش نجاوب الناس بكثرة الأسئلة على اختلافها وعلى تنوعها، دونك نتصور وأنه العمل هذه مهم برشا في معاضدة مجهودات وزارة الصحة. شكرا ليك أحمد. شكرا، ميرسي. شكرا لك، يعطيك صحة. دونك هذا مثال من الأمثلة اللي نجمو نحكيو عن العمل عن بعد. يعطي صحة أحمد، يعني فكرة معناتها إيجابية للغاية، هذه فكرة تكون مدخل أيضا، احنا شفنا بارشا مبادرات يعني بخلاف المبادرة اللي ذكرها أحمد توا، يعني شفنا بارشا إبداعات من الشباب نتاعنا. اليوم رجعنا إلى موضوع الكفاءات العلميه نتاعنا اليوم اللي يلزم نعطوهم معناتها الامكانيات اللازمه، نعطيهم الثقه قبل الامكانيات. اكيد الثقه قبل الامكانيات. اليوم زاد نقولوا اللي العمل عن بعد اصبح معناتها ضروره، اليوم ضروره في لانه كما تقول شفت حتى التسوق عن بعد راه هو مفهوم شامل، يعني عن بعد النجمو كلها، لانه العالم اليوم كما ترى معناتها ايناس ولا قريه معناها صغيره العولمه تفرض عليها اكيد افتراضيه. اليوم نجمو حتى في مواطن الشغل في حد ذاتها نجمو، يعني احنا بتصير لنا ممكن بعض الاشكاليات في هذا، لكن بعد الازمه هذه ان شاء الله اللي تمر على بلادنا معناتها سلامات، وان شاء الله اكيد باش تمر سلامات، ممكن باش نستغلوا الفرصه هذه باش نوفروا حتى مواطن شغل عن بعد على الاقل لفتره زمنيه معينه باش نخفوا العبء على الاقل على حجم البطاله. طيب في بلادنا كمال حقيقه هو موضوع مهم برشا، والموضوع هذه في علاقه ببرشا هياكل، ولكن ايضا وان شاء الله هذا يكون لنا موضوع بالكش مراجعيه معك كمال نحكيو على التشريعات لهنا، قديش التشريعات مواكبه ماهيش مواكبه، هل النقله الرقميه هذه النقله للعالم الافتراضي هذايا، خاصة نحكيو مثلا ناخذوا مثال صفحات البيع والشراء عن طريق الفيسبوك منظمة هيكلة مقنة وإلا لا، موضوع نجمو نتوسعوا فيه. أكيد أكيد برشا برشا اليوم مطالبين، اللي يعطيك الصحة معناتها في الإثارة النقطة هذه، كل نقلة في بلادنا اليوم، وإحنا بلاد معناها ديمقراطية
معناتها فيها تكامل مع المؤسسات نتاعها، يلزمنا تشريعات معناتها تمر عن طريق معناها مجلس نواب الشعب والهياكل المعنية الأخرى باش على الأقل تشوف النور، كما قلت تنظيم معناتها البيع والشراءات في مواقع التواصل الاجتماعي اللي للأسف صارت معناها إخلالات يعني بعد الثورة في برشا حاجات نبيعوا في أشياء معناتها خارج القانون يثل بدعوة يعني بشهادة المهنيين، اللي يقول لك اليوم يلزمنا نلقاو طريقة كيفاش نقننوا الأشياء هذه باش تكون مدخل لتطوير التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية فيها الجانب الحمائي كمان للطرفين، لأنه التاجر الحقيقة تبدا في الأغلب ما عندهش مشاكل، ولكن الحريف تطرح له مشاكل هالبيع والشراء عبر النت. دونك هذيك علاش نرجعوا نحكيوا على إطار تشريعي يقنن ويحمي الأطراف الكل. شكرا لك كمال، يعطيك صحة، شكرا على المجهود، وشكرا على إطار الموضوع هذه معنا اليوم. احنا